السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتميز جدا والمتجدد يوميا من الأحد إلى الخميس على قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية. يوم جديد وساعة شهية جديدة وأكلة شهية جديدة، لأني معايا ضيفة مميزة مبدعة فنانة رائعة على قد ما تقدر تقولوا قولوا، ولكن أنا مش عايز أتكلم كتير عشان أسيب لها الحلقة تفضفض وتقول حكايتها مع المطبخ واختراعاتها وحركاتها وتكاتها وأكلاتها. تعالوا مع بعض نرحب بشيفتنا الجميلة النهاردة الشيف فاتن. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا شيف رائد. أنا أقول للسادة المشاهدين ده أول ظهور ليك. أول ظهور، يعني سادة المشاهدين دي مفاجأة، أول ظهور للشيف ماتن على قناة الصحة والجمال مع برنامج ساعة شهية. أنا النهاردة محتار أتكلم عن إيه ولا إيه في المطبخ، لأني لما عدنا تناقشنا واتكلمنا فن وإبداع ومهارات وإتقان حاجات كتيرة قوي قوي قوي. فعلا المطبخ حد واسع ومش أي حد يفهم في المطبخ، ومش كل الناس اللي تقف في المطبخ وتقول إحنا هنطبخ. النهاردة إحنا هنتعلم كلنا مع بعض مع الشيف فاتن. أنا برحب بيك تاني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الشرف إن أنا مع حضرتك النهاردة. ربنا يبارك في حضرتك. طيب عشان الوقت وبسرعة نقول احنا هنعمل ايه، هتعملي لنا ايه وايه النهارده؟ هنعمل ثلاث اصناف مع بعض سهلين جدا، اي حد حتى بيتعلم لسه الطبخ جديد هيعرف يعملهم. معانا اول وصفه جلاش بالفراخ والفلفل الالوان والموتزاريلا، وصفه خفيفه وسهله وسريعه. معانا تاني وصفه هتكون طاجن باميه باللحمه المفرومه. والحلو بقى عندنا حلو سهل وسريع كده، عندنا مربعات الجلاش بالكاسترد والكريز. حلوه جديده مربعات الجلاش ديت، هنشوف حكايتها ايه. يعني النهارده مع الشيف فاتن هناكل ونحلي ان شاء الله. يلا نبدا ونقول اول وصفه عندنا ايه. هنبدا بالجلاش واحده واحده كده، لان انا المقادير بتاع الوصفه نفسها عجبتني، التركيبه عجبتني، الطريقه عجبتني، بس عايز اشوف عملي بقى. تمام، يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. المقادير معايا طبعا لفه جلاش، معايا فراخ متقطعه رفيع، معايا بصل، معايا جبنه موتزاريلا، معايا فلفل الوان، معايا زيتون اسود شرايح، معايا ملح وفلفل وثوم وبصل باودر وبابريكا وكاري وزعتر وروزماري. وطبعا للوش عندي بيضه مع كوبايه لبن، وبين الطبقات هندهن زبده. تمام، نبدا الوصفه مع بعض. نبدا مع بعض، يلا نشوف واحده واحده. اول حاجه هنا هنحط صدور الفراخ. كده احنا حطينا ماده دهنيه، حاطين زبده مع زيت. زبده مع زيت، تمام زي الفل. زبده مع زيت، نستنى الزيت يسخن شويه وننزل بالفراخ. تمام، وقتها قد ايه بقى كده على النار؟ دقيقه اتنين. هي من الاكلات السريعه ما بتاخدش وقت، يعني بتحضرها مثلا 10 دقائق ربع ساعه بكتير وتكون دخلت الفرن. تمام زي الفل. زي الفل. انا بقول لكل الساده المشاهدين اللي متابعينا ومتابعين برنامجنا برنامج ساعه شهيه على قناه الصحه والجمال، تواصلوا معانا في الحلقات. داخلين على مشاريع كتيره جدا، داخلين على مشاريع حلوه جدا. بدانا من امبارح ننشط موضوع المشاريع الصغيره. تواصلوا معايا شباب، تواصلوا معايا بنات انسات جميلات عندهم مشاريع، عندهم افكار عايزين يروجوها، عايزين يشتغلوا، ولكن مش لاقيين فرصه. انا بقول لكم الفرصه بنديها لكم من قناه الصحه والجمال، بنديها لكم من برنامج ساعه شهيه. اللي عنده فكره مشروع يتواصل معايا، انا بكتب يا جماعه داتا كبيره، وان شاء الله هتحصل مفاجاه كبيره جدا معانا في برنامج ساعه شهيه، وهتبدا الناس تظهر معانا ونبدا نتكلم عن المشاريع الصغيره. قد ايه الشباب عنده حماس، قد ايه الشباب عنده رغبه انه ينجح وعنده طموح انه يحقق حلمه، ولكن عايز اللي يديله دفعه، عايز اللي يستقبله، عايز اللي يقول له يلا. انا بقول لك يلا، حط ايدك في ايدي نبدا مع بعض. اي مشروع عندك، اي شغل عندك، نبدا نروجه مع بعض، نعمل حلقه تواصل يا جماعه في الخير، نقدم لبعض الخير. مشروع الاكلات البيتي بدا بالفعل، وناس اتحركت ووصلت ناس بفضل الله تقدم وجبات، ووصلت ناس تتكلم عن الوجبات، وبنحضر دلوقتي داتا بالارقام، وهنعمل اعلان وهنطبع ورق وهنطبع منشورات ونبدا نوزع ونشتغل. عايزين نعمل كاترينج، مشروع في كل محافظه، مشروع في كل بيت، كل بيت عنده طاقه عايزين يطلعها. احنا عندنا وقت كبير جدا دلوقتي في البيت قاعدينه، عايزين نستغله. اي مشروع بيتي ينفع هنبدا نتكلم عنه، بس تواصلوا معايا عبر البرنامج، عبر البرنامج. واللي ما يلحقش يتواصل معايا عبر البرنامج على الارقام الموضحه امامه على الشاشه يتواصل معايا على صفحه الشيف رائد ابن النيل على الفيسبوك، او انا بنزل الارقام بتاعتي على الصفحه، او برنامج ساعه شهيه، صفحه برنامج ساعه شهيه. يعني قدامك ثلاث حلول، يا اما البرنامج تتصل بينا
وتتواصل معنا او صفحه الشيف رائد او صفحه برنامج ساعه شهيه على الفيسبوك. نرجع مع الشيف فاتن ونقول لها انت عملتي ايه واحده واحده. اشرحي للساده المشاهدين. نزلت الفراخ هنا في الطاسه. مش تسيبيني انا اتكلم وانت تشتغلي. ضفنا التوابل بس ما عملناش حاجه. التوابل اللي قلنا عليه إيه بقى؟ قلنا ملح. ملح. انا حاطه ملح بس نص معلقه لان انا عندي الزيتون هنا فمش عايزاه تبقى مالحه زياده. تمام الزيتون واخد ملوحه. تمام. فانا حطيت نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، نص معلقه كاري، ونص معلقه زعتر وروزماري، ونص معلقه توم وبصل باودر. تمام. تاني للساده المشاهدين. ملح. تمام. فلفل. ونقول للساده المشاهدين انت بتعملي ايه. حطيت هنا الفراخ في الطاسه، ضفت لها التوابل، ملح وفلفل وبابريكا وتوم وبصل باودر وزعتر وروزماري ونص معلقه كاري. هقلبهم مع بعض. طبعا الريحه بدات تطلع. هسال حضرتك سؤال، هي الريحه طلعت بسرعه ليه كده؟ التوابل بقى. التوابل لا. ولا دي نفس الشيف. طبعا هو الاكل عموما نفس. يا جماعه هو فعلا الطبخ ده المطبخ محتاج حب بجد، يعني المطبخ محتاج حب. هتحب المطبخ هتدي الاكل. اي شغل في الدنيا، اي شغل في الدنيا، الحياه كلها محتاجه حب. لو حبينا بعض هننجح، لو حبينا شغلنا هننجح، لو حبينا الخير لبعض والله هننجح. التمس لي عذر وانا التمس لك عذر، مش هنقف لبعض على الواحده، انت قلت وانا قلت وانت فيك وانا فيك، لا 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 لا، مش عايزين الكلام ده، عايزين ننجح، عايزين ننجح مع بعض. وصلت لي يا شيخ. عموما اي اكله لو اتعمل اول واحد مزاجه مش رايق وعمل اكله مش أيوة هتطلع حلوه. لا ركزي وقولي للمستاذه مش هديك كلمتين من الكلام ده. لا بجد يعني لو حد متضايق ودخل المطبخ يعمل اكله مش هتطلع بنفس النفس اللي هو عاملها داخل وهو مبسوط ومزاجه رايق وهادي، فهي بتختلف على حسب الحاله النفسيه بينعكس على الطبق. هنا بقى نجيب الايه المثل الدارج اللي بيقول الاكل نفس. الاكل نفس. فانت داخل بزعابيرك بسلطاتك بابا غنومك على الطبخ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فانت هتطلع حاجه اكيد مش مظبوطه. صحيح. طبخه استوت وتمام بس مش مظبوطه ملهاش طعم. تيجي كده احيانا الواحد يعمل اكل يقول لك ملوش طعم، انا مش حاسس فيه طعم. صحيح. ونفس الاكل انا اكلها في تاني يوم بس ايه بروقان بقى وكده وراحت باله وحب كده واطمئنان. الله الاكل دي جميله. انت حطيتي فيها ايه؟ ما هو هو الاكل بس هنا في فرق بقى. ما هي بتفرق يعني ممكن تبقى نفس الطبخه بس من تدوقها من يعني المحشي هتلاقي مثلا بنفس المقادير بنفس المواصفات ب 3000 نفس عند كل حد مختلف. سبحان الله. بطعم مختلف. سبحان الله. يعني ربنا جعل لكل واحد رزقه في اي حاجه. صحيح صحيح. واحد شاطر في المحشي، واحد شاطر في البوفتيك، واحد شاطر في الطعميه، عشان كده سبحان الله اللي تلاقي المطبخ تخصصات. اللي بيعمل فول وفلافل وطعميه واللي مكرونات واللي بالمناسبه احنا عندنا مخرجنا الجميل بيموت في المكرونات. لا هي العشق بتاع الناس كلها المكرونه. مخرجنا الجميل الاستاذ وليد عماره بيعشق المكرونات. انا بس هنزل هنا ماشي ايوه نقول للساده المشاهدين وارجع اكمل لكم حكايه الاستاذ وليد عماره ايه. احنا كده عملنا ايه؟ ضفت الفلفل من الاول بقى من الاول عشان ايه؟ الفراخ نزلتها في زبده وزيت او زيت بس مش مشكله. اتشوحت تشويحه نزلت عليها بالبهارات بالتوابل اللي معايا اللي هو ملح فلفل بابريكا زعتر وروزماري وكاري وثوم وبصل باودر. اتشوحها كده وطلعت ريحه التوابل نزلت عليها بالبصل وبعد كده اتشوح يعني وبقى شفاف كده نزلنا بالفلفل الالوان. تمام. تسلم ايدك يا شيف. ربنا يخليك. انت نورتي ونورتي البرنامج واكلاتك زي الفل. انا حاسس ان انا عايز اكل من دلوقتي لولا ان انا على الهوا كنت قلت لك رجع كده شيف ورا شويه عشان ادوق التست. لا وعلى فكره فيها ميزه انها مش شرط تتعمل جلاش كده، ممكن هي بس كده تقدم مع مكرونه مع رز كاكله سريعه. احنا دخلنا كده ايه في حاجه زي الفاهيتا. حاجه كده زي الفاهيتا ممكن احطها في سندوتشات اشيلها من الجلاش احطها في سندوتشات. صحيح. يبقى انا كده ايه اكلتين اهو زي ما نقول اتنين في واحد اهو. صحيح. تنفع كده وتنفع كده. انا تمام. هنا على بتشوح شويه هجيب بقى نبدا بقى ناخد اتصالات. استاذ مجدي من الشرقيه اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مجدي اتفضل. ممكن نعاوز اكل حلوه تعملها لي الشيف او شيء اكل. طب ماشي ممكن بس ايه نوطي التلفزيون ونكلم الشيف فاتن من التليفون. ماشي ماشي ماشي. الشيف مع حضرتك اتكلم وهي سامعاك. اتفضل. ماشي ماشي يا غالي. عاوز اكل تعمل في الشيف كده اكله حبيبه كده يعني. ايه؟ طيب ماشي 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 شكرا ليك وشكرا لاتصالك. هو زي ما بيقول ايه
عاوزين يعني عاوز يقول اكله الناس كلها بتحبها، اكله سريعه. اه يعني انا بقول له بقى الاكله دي سريعه فعلا، مفيش اسرع من دي. ممكن بقى تعيدها له بقى وانت شغاله تاني تبقى اكله سريعه، يبقى احنا جاوبناه. هو شكله كده مثلا ايه، مسافر في الشغل بيقعد 3 4 ايام، فعايز اكلات سريعه كده يعملها هو ويجهزها هو. تمام، هنعمل بس انا اجي اقلب هنا يا شيف واشرحي وانت شغاله اهو. احنا هنا زي ما قلنا في الطاسه عندي فراخ متقطعه، سواء صدور بقى قطع الشيش اللي متوفر عندكم، نزلت بيها في الطاسه مع ماده دهنيه اتشوحت، نزلت عليها بالتوابل زي ما قلنا ملح وفلفل وزعتر وروزماري وبابريكا وكاري وتوم وبصل باودر، اتشوحوا مع بعض. نزلت ببصله متقطعه شرايح اتشوحت، نزلت بفلفل الوان هيتشوحوا مع بعض، اخر حاجه هضيف الزيتون وبعد كده هحشي بيهم الجلاش. تمام، تسلم ايدك يا شيف. كده استوت صح؟ اه. مفيش اسرع من كده يا استاذ مجدي، اسرع من كده ما تلاقيش. يعني الشيف اختصرت كل حاجه في المطبخ، يعني انت جاي تعبان، جاي زهقان، جاي طهقان، خش يعمل وصفه الشيف فاتن في ربع ساعه هتاكل وتدعي لها. صحيح. تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. تمام، نحكي بقى في انت هاويه المطبخ وحابه المطبخ، دنيتك ايه مع المطبخ؟ احكي لنا بقى اي 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 حاجه كده في المطبخ. انا المطبخ بالنسبه لي يعني بدات في موضوع ان انا بحب ادخل المطبخ واعمل اكلات من تقريبا وانا في ثانوي مثلا. تمام. عندي مامتي واختي من عشاق المطبخ برضو، يحبوا يعملوا اكلات جديده وينوعوا وحاجات كده. فلما كنا في ثانويه عامه تقريبا، فكان الغالبيه بيختاروا عندنا ماده اختياري، يمكن كل في ثانويه عامه عارفين الموضوع ده، اللي هو يا بتختار يا اما كمبيوتر يا اما موسيقى يا اما اقتصاد منزلي. انا اخترت اقتصاد منزلي لان انا كنت حابه المجال وحابه اتعلم حاجات جديده، فدخلت اقتصاد منزلي. وهتلف وترجع للمنزل تاني. فهي كان دي البدايه، اتعلمت حاجات كتيره. وانا اكبر يعني حاجه بعشقها في المطبخ عمل الحلويات، مع اني انا شخصيا ماليش في الحلويات قوي بس احب اعملها. استاذنك ناخد اتصال ونرجع تاني. اتفضل. استاذ برديسي من الغردقه، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم برديس، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. ممكن اكلم فاتن؟ الشيف فاتن مع حضرتك، اتفضلي. ازيك يا شيف فاتن، عامله ايه؟ الحمد لله يا برديس، الصوت مش غريب عليا. نورت يا ست. تسلمي لي حبيبتي، ربنا يخليكي ويا رب الحلقه تعجبك بقى. الله يحفظك باذن الله، تعجبني كل ما انت فيها طبعا، انت والشيف رائد منورين. ربنا يبارك في حضرتك. تسلمي لي يا برديس حبيبتي، ربنا يخليكي، وقولي لي رايك بقى بعد الحلقه. هكلمك باذن الله. باذن الله يا حبيبتي، تسلمي لي ونورتيني. بالتوفيق يا حبيبتي ان شاء الله، ربنا معاكي. عند حضرتك اي سؤال؟ تسلم لي فيك، ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. ربنا يبارك في حضرتك، متشكرين جدا لاتصال حضرتك. تسلمي. واحده واحده كده يا شيف، يلا هننزل هنا بقى بالحشوه في النص. اه يعني كام رقه تقريبا كده في ورق الجلاش؟ 5 6 يعني ولا لا؟ يعني اقل حاجه 10 عشان تستحمل الحشوه وتبقى مورقه كده معانا زي الفطير مثلا كده. طيب ناخد ام محمد من المنيا ونرجع لك يا شيف. ام محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الفل عليك، اتفضلي. منورين الشاشه والله. انت اللي منورانا باتصالك. الله يخليك. لو سمحت عايز تغسل المكرونه البشاميل. البشاميل عينينا، حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. تسلمي، شكرا لاتصال حضرتك. وانت شغاله كده في ال قولي عملتي ايه؟ حطيت هنا الزيتون، هحط كده على الحشوه من فوق. تمام. واخر حاجه هحط الجبنه الموتزاريلا وهنقفل. جبنه موتزاريلا. الله، تيست بقى ده عشان تربط الحشوه مع بعض ما تقعش كده واحنا بناكل. يا سلام، وبعدين الجبنه الموتزاريلا لها كده ايه، تيست خاص لها طبعاً. عشاق. هي الجبنه بتضاف على اي حاجه بتديها طعم تاني خالص. تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخلي حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. وانت شغاله بقى جاوبيها على البشاميل. حاضر. طريقتك كده بقى ايه الجميله للبشاميل؟ المكرونه البشاميل، اول حاجه هنسلق نص كيلو مكرونه قلم على النار، بس مش ما تخليش تستوي جامد، يعني خلي فيها ندغه كده عشان ما تبقاش معجنه في الاخر. هنعصج حوالي 300 جرام او 350 جرام لحمه على النار. هننزل اول حاجه ببصله تشوح، هننزل عليها باللحمه ملح وفلفل وبهارات لحمه ورشه جوزه الطيب ورشه قرفه، القرفه بتفرق جدا في الطعم.
تمام زي بعد كده في الاخر انزلي طماطمايه مبشوره وقلبيهم مع بعض. هنجهز البشاميل، ثلاث معالق كبار دقيق مع ثلاث معالق سمنه او زبده، يتشوحوا على النار لحد ما الدقيق كده يصفر وياخد لون. هننزل بلتر لبن بدرجه حراره الغرفه، هنقلب بسرعه بسرعه كده، وهنفضل ايدنا فيه نقلب لحد ما يتقل معانا. في الاخر هنضيف ملح وفلفل ورشه جوز الطيب برده. هنبدا بقى في هنجيب الطاجن، هنحط شويه جزء من المكرونه وعليه شويه صوص بشاميل، في النص اللحمه، بعدين مكرونه عليها باقي صوص البشاميل، وفي على الوش ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا، او هناخد حبه من البشاميل ونكسر معاهم بيضه وملح وفلفل، بتديها لون ذهبي برده جميل. تمام تسلمي يا جماعه، بأبسط طريقه ممكن نخفف شويه بتاع البشاميل ونشتغل بيه. اوكي تمام، تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخلي حضرتك. الجلاش ده بقى بعد بيتقفل بياخد حاجه على الوش؟ بياخد بيض ولبن. طيب استاذ مجدي رجع لنا تاني. استاذ مجدي اهلا وسهلا بحضرتك. الو، معلش يا استاذ مجدي، حاول تتصل بينا تاني. رجع تاني، معلش رجع. ايه رايك؟ مش مطمن والله. ما كملناش قصه المكرونه. ايوه والله لسه هبدا فيها دلوقتي. تمام. ايوه كنت فاتح قصه يا جماعه، قصه مخرجنا الجميل وليد عماره، هو معاه الجنسيه الايطاليه، فكان بيقول لي انا احيانا اروح المطار اركب الطياره اسافر اكل مكرونه واجي. فلما قعدت ادردش معاه ويعني واتكلم معاه، في ناس بتحب المكرونه بالدرجه دي، في ناس عشاق مطبخ بقى، مش هقول عشاق اكل لا، ناس عشاق مطبخ وبتعرف تاكل وبتعرف تاكل لدرجه انه يسافر ايطاليا عشان يروح بلد المكرونه وياكل المكرونه. انا بحيي مخرجنا الجميل الاستاذ وليد عمار. احنا كده بنطالب بقى هو يعمل لنا حلقه يعمل لنا فيها الباستا على الهواء. هو عاوز حلقه كلها مكرونه، بيقول لي ملان الاستوديو ده مكرونه. طيب هنا اول حاجه هنقطع، هنخلي الشيف فاتن تاجي وتعمل لنا مكرونات. يلا هنعمل ايه بقى كده يا شيف؟ هقطع بس الجلاش الاول قبل ما اسقيه. تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخلي حضرتك. يعني دي ده لبن وبيض ولا ايه؟ بيض يعني؟ ده كوبايه لبن وعليها بيضه وملح وفلفل عشان نسقي بيه الجلاش. تمام، الله ينور عليك يا شيف، ربنا يخلي حضرتك. انت كده انا عايز اكل بس يعني مش عارف اعمل ايه دلوقتي. كله هياكل بعد الحلقه. هتاكلينا ولا مش هتاكلينا؟ بيض ولبن وفلفل وملح ورشه ملح ورشه فلفل. رشه ملح ورشه فلفل. تمام، اشوف الدنيا هنا فيها ايه. تمام زي الفل كده شيف، تسلم ايدك يا شيف. ومعانا وصفه تانية ايه تقريبا؟ تعمل لنا طاجن باميه. طاجن باميه وباللحمه المفرومه. طاجن باميه دايما بيتعمل بقى لحمه ضاني. انا بحب الباميه يا شيف، عايز اعرف طبعا حركاتك في الباميه. الباميه تمام. اهم حاجه ده خلاص حطيه هنا كده وبعد كده ندخله الفرن. تمام، ده اول حاجه جاهزه زي الفل. ايوه كده طاجن الباميه عندنا، نبدا تشتغل في طاجن الباميه على طول. دلوقتي الوصفه الثانيه اشرحي وانت شغاله بقى، عايزين يعني نشرح على طول كده طاجن ال 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 الباميه وبطريقتك بتعمليه ازاي. يلا كده عشان سهله جدا وقتنا وسريعه وينفع غدا بقى سريع جنب رز وسلطه، يعني مش سريع وسهل ومش محتاج وقت. سريع وسهل ومش محتاج وقت. طبعا احنا كل اكلاتنا النهارده سهله وسريعه عشان كله يعني محتاجه حد ياكل. هحط الحله هنا الاول على النار. تمام، عندي بصلتين متوسطين متقطعين صغير. بصلتين متوسطين متقطعين صغير. تسلم ايدك يا شيخ، ربنا يخلي حضرتك يا شيخ. بهاراتنا بقى الجميله ايه بقى في الباميه؟ بهارات الباميه عندي ملح، عندي فلفل، عندي كزبره ناشفه طبعا ده اساسي فيها، عندي نص معلقه شطه للي حابب ان هي تبقى سبايسي شويه، اللي مش حابب ما يضيفهاش. وعندي هنا بهارات لحمه، وعندي ثوم متقطع شرايح، ومعلقه خل. خل دي البهارات الاساسيه بتاعتي. دي البهارات الاساسيه. تمام، البصلايه بتنزل على ماده دهنيه سخنه. بتنزل تتشوح بس كده تدبل وتصفر، وبعدين هنزل عليها باللحمه المفرومه. تمام زي الفل، تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخليك. اشرحي الوصفه دي ثانيه. اوكي الباميه انت منقياها صغير، الميزه
دي بتاعه الطواجن الباميه اللي هي زي كده الباميه. طيب اللي التليفون وارجع لي تاني معلش. بشرى اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك اتفضلي. انا كنت عاوز اطلع مع حضرتك البرنامج. انت تنوريني. ربنا يخليك. تواصلي معايا بعد البرنامج او سيبي رقمك في الكنترول وبعد الحلقه بنص ساعه اتصلي بيا ونتواصل ان شاء الله وتنورينا. هتعملي لنا اكلات ايه؟ اللي حضرتك تطلبه. انت من المنصوره، اشهر اكل عندكم في المنصوره ايه؟ والله احنا بنعرف نعمل المحشي والبشاميل وكل الاكلات الكويسه. خلاص انت اللي حكمتي على نفسك بقى، يلا ورينا شطارتك في المحشي. ماشي حاضر. خلي بالك يوم المحشي هتلاقي مش اسره البرنامج بس، هتلاقي اسره القناه كلها مستنياك هنا. هتلاقوا انا جايه. شفت انا هتجيلك. ان شاء الله. طيب تمام، انا بقول لحضرتك سيبي رقمك في كنترول او تواصلي معايا على صفحه برنامج ساعه شهيه على الفيسبوك او على صفحه الشيف رائد ابن النيل على الفيسبوك. تمام، هتلاقي ارقام التواصل محطوطه وهتلاقي ان شاء الله يعني في استجابه، الناس اللي ماسكه الصفحه ومشغلاها هتلاقي في استجابه ان شاء الله على طول. وشرفتينا ونورتينا وشكرا لاتصالك. وهناكل محشي. اه نسيت تاخد منها الميعاد انت بقى. عشان انا عازم الشيف فاتن تيجي تاكل معانا محشي. تمام، نكمل بقى وصفه الباميه. كنا بنقول الباميه الصغيره او الكبيره. أوه. يعني الباميه دي اللي هي الصغيره ممكن تستخدمه الفريش او الفروزن، في الحالتين هتأدي نفس الغرض. بس اليومين دول موسم الباميه فهستغله بقى اللي هي الباميه الطازه كده اللي هي ممكن نخزنها يجيبوها ويخزنوها. طبعا تمام، بس هي بيبقى لها في توقيت كده، في يعني في شهر 8 مثلا ده احسن توقيت لتخزين الباميه. تمام زي الفل زي الفل يا شيف. يعني الباميه الصغيره اللي بيسموها زيرو. يعني الباميه الزيرو هي دي بتاعه الطواجن. دي بتاعه الطواجن باللحمه المفرومه، باللحمه الضاني، باللحمه القطع كده من غير اي حاجه، بتبقى حلوه في الطواجن. سلام. الكبيره بقى شويه اللي هي بتتعمل بقى بيها اكيد كلكم عارفين طبعا الويكا الصعيدي طبعا. الباميه الخضراء. الباميه الخضراء الويكا دي فعلا وصفه صعيديه. صعيديه انت صعيديه باين عليك يا شيخ. منين بقى في الصعيد؟ انا من سوهاج. انا من جنة. احسن ناس جيران. ربنا يبارك في حضرتك. احسن ناس. انت نورت يا شيف. نشرح بقى تاني للساده المشاهدين من الالف للياء وصفه الباميه باللحمه المفرومه، طاجن الباميه. هنا في الحله انا نزلت بسمنه مع زيت، نزلت ببصلتين متوسطين. قبل ما نكمل معنا اتصال فاصل ونرجع مع بعض نواصل. انتظروني، اوعى تروحوا بعيد مع الشيف فاتن، اكلات كلها جديده. نلتقي بعد الفاصل. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده. مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده معاكم خطوه بخطوه بطريقه بسيطه جديده مفيده معاكم خطوه بخطوه. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيف فاتن ومعاكم نواصل. وبنعتذر للاستاذ مجدي ونقول له تليفونك جانا معلش يعني ما مش عارف اكلمك، ولكن هو سال على البيتزا. استاذ مجدي سال على البيتزا، فيا ريتني جاوب على البيتزا بسرعه ونرجع للباميه. انا مشتاق اعرف طريقه الباميه. اوكي. انا بس هقول الاول هنا بعد ما البصله اتشوحت انا نزلت عليها باللحمه هتتشوح، هنزل عليها ملح فلفل كزبره شطه بهارات لحمه والثوم، هنزل بيهم مع بعض يتشوح. تمام زي الفل. طبعا يا جماعه الشيف لما يكون فاهم بيريح، ولما يكون بيحب المطبخ برضه بيريح. فهي قالت انا عايزه اوصل للمشاهد الطريقه، فهاجي اعمل في الحلقه الوصفه وانا كده كده مجهزه الوصفه معايا ومجهزاها ومخلياها استبني معايا ومرتبه نفسي، ولكن انا عايزه اشرح، يعني عايزه تاخد وقتها في الشرح عشان تقدم الوصفه صح. فانا بقول لها قولي تاني انت عملتي ايه في وصفه الباميه دي. اوكي انا نزلت. تمام. هنا ببصلتين وسط متقطعين في السمنه اتشوحوا، نزلت عليهم باللحمه. طبعا اللحمه الكميه اللي انتوا حابينها وحسب عدد افراد الاسره انزلوا. نزلت باللحمه اتشوحت، نزلت بقى بنص معلقه صغيره ملح، معلش معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه شطه، ونص معلقه بهارات لحمه، وتوم متقطع شرايح. تمام، تسلم ايدك يا شيف. ربنا. ونجاوب على البيتزا. نجاوب على البيتزا. البيتزا اهم حاجه العجينه، العجن الكتير فيها بيطلع معايا البيتزا هشه وطريه. فلو هنعمل بيتزا مثلا فنقول وسط، هيبقى معايا كوبايتين ونص دقيق، معلقه صغيره خميره، معلقه صغيره سكر، رشه ملح، معلقه كبيره لبن بودره، بيدي طعم حلو للعجينه.
وبزود ميه دافيه، بعجنها بقى بتاع مثلا 7-8 دقايق على الرخامه خدمة كتير بقى. الخدمه بتاعتي لحد ما يبقى سطحها ناعم كده واملس، هتطلع لي البيتزا هشه ومعايا طريه وطعمها حلو. هسيبها. تسلم ايدي، تسلم ايدي. ده ميه صح؟ تمام زي الفل. انا هنزل بقى هنا بصلصه الطماطم. يا سلام، كل حاجه لها توقيت يا شيخ. طبعا كل حاجه لها توقيت، وقت معين انزل بالباميه، وقت معين انزل باللحمه، وقت معين. تسلم ايدك يا شيف. ربنا الله على الريحه يا جماعه. اعذروني لما بتكلم يا جماعه على الاكل، اصل انا هنا انا اللي جنب الشيف فاتن، فالموضوع معايا مؤثر. تسلم ايدك يا شيف، انت نورتيني، وان شاء الله يعني انا ايه، انا مش عايز دي تبقى اول حلقه، وتتابعي معايا البرنامج ونطلع. اهم حاجه بس اكون ضيفه خفيفه على الناس النهارده وتحب الحلقه. انا هضيف بس هنا ميه سخنه عشان عايزاهم يتسبكوا شويه مع بعض قبل ما هنزل بالباميه. تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. ماشي طبعا الشيف مجهزها يا جماعه، هي تنزل بالباميه وانا اطلع لكم المفاجاه بقى، اطلع لكم النسخه الجاهزه، عشان هي قالت احنا نشرح واحنا كده معانا الجلاش يا شيف. عشان وقت حاجه جلاش حلو سريع جدا، 8 دقايق هتلحقي تعملي فيه. انا بس دقيقتين ده يتسبك وهنزل عليهم بده. تمام ده يا جماعه الجاهز معانا اهو، اوريه للساده المشاهدين. اوكي اهو ده طاجن الباميه باللحمه المفرومه. تمام نخلي ده كده بعيد شويه، ده الخل اللي هضيفه بس اول ما تتسبك شويه في الحلو يا شيف اهو. أوكي. عشان وقتنا. وطبعا يا جماعه الجلاش اهو، الجلاش يا جماعه اهو، يبقى كده يعني هي مجهزه ايه عشان وقت البرنامج، مجهزه ايه دنيتها وحلوياتها. تمام بس هتورينا ازاي هي ايه. انا هنا مجهزه إيه كام واحده الجلاش. نسخه بس هعمل الاثنين معاكم عشان تبقوا عارفين بيتعمل ازاي. طيب تمام الجلاش ده يعني الجلاش بالكاستر. تمام تمام الجلاش بالكاستر اهو، يقول بيتعمل على الطاسه هنا سريع، ولو حابين تعملوا صينيه في الفرن عادي. الجديد بقى يا جماعه هنا مع الشيف فاتن، الجديد مع الشيف فاتن ان هي عاملاه في ايه، بالطاسه. قالت مش هندخل فرن بقى ونغير ونخليها وصفه سريعه ونشوف ونعرف الساده المشاهدين ان ممكن الجلاش يتعمل في الطاسه. ممكن يتعمل بالطاسه بس نشوف هي هتلف الجلاش ازاي. انا عندي ورقه الجلاش هنا بدهنها واحده واحده. ركزوا يا جماعه في في الموضوع ده، بطبقها كده بديها دهنه خفيفه كمان، بنزل هنا معايا الكاستر. عايزه معلقه؟ معلش. تمام اتفضلي. الكاستر ده بقى طبعا سهل. الكاستر هو بودره، ما بتنزل على كل كوبايه لبن معلقه كبيره كاستر، والسكر بقى حسب الرغبه، ضيفه حسب الرغبه. تمام اوكي اوكي. انا شايف ان الدنيا ايه زي الفل معاك يا شيف. هنا سمنه او زيت ولا يستحسن؟ زبده. يستحسن زبده عشان تديني طعم حلو. تمام زي الفل يا شيف. هطبق كده انا وهدي دهنه برده خفيفه. اهم شيء التطبيقه دي. يعني عشان اتقفل بس ما يتحرقش الكاستر معايا في الطاسه. تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخلي حضرتك. وبس كده، بس كده خلاص. هنزل بقى نبدا بقى ايه نسوي بقى كده ونحمر ونوري الساده المشاهدين احنا عملنا ايه. كفايه واحده يا شيف؟ طيب خلاص مش مشكله، خلاص كفايه واحده، كفايه واحده يا جماعه عشان ايه وقتنا خلاص. شيف مصره تعمل واحده واثنين وثلاثه. اللي عاوز يا جماعه ايه يشوف هي لفتها ازاي يبقى يراجع الحلقه على اليوتيوب بعد انتهاء البرنامج تقريبا بساعتين او ثلاث ساعات. معلقه معلش الصغيره دي. تمام المعلقه الصغيره اهي. نرجع بقى ايه نتكلم بقى عن 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 الشباب يا جماعه. وبقول تاني اللي عاوز يظهر معانا في برنامج ساعه شهيه اهلا وسهلا بيه، اللي عايز يتكلم عن مشروعه اهلا وسهلا بيه، اللي عاوز عنده فكره وحابب يتكلم عنها اهلا وسهلا بيه، اللي عنده مشروع وعاوز يروج له وعاوز الدنيا يعني تشتغل معاه شويه اهلا وسهلا بيه، اللي عندها كاترينج بيتي وعايزه تعلن عنه اهلا وسهلا بيها. تواصلي معايا على الارقام الموجوده امام حضراتكم على الشاشه او على صفحه الشيف رائد ابن النيل على الفيسبوك او على صفحه برنامج ساعه شهيه. تمام ان شاء الله بنحضر رقمين او رقم ان شاء الله يبقى ايه للتواصل على طول في خلال ايه مثلا من 8 صباحا لحد 8 مساء ان شاء الله يكون ايه شغال على طول. وبقول للناس اللي تواصلت معايا ان شاء الله ان شاء الله بحدد وبرتب كل حد هيطلع معايا حلقه.
يعني في ناس بدات تواصلت معايا ورتبت معاهم، بس هم بيستعدوا شويه يعني بيجهزوا للمشروع بتاعهم عشان لما يطلعوا يتكلموا على المشروع ككل. تمام، شفتنا الجميله خلاص هي بدات تخلص. انا هنا بس عشان الناس تبقى واخده بالها، انا ضفت هنا معلقه كبيره خل وضفت الباميه وهسيبهم يتسبكوا مع بعض، وبعد اول ما تستوي هحطها في طاجن. تمام، نخليها هنا كده. اوكي تمام زي الفل. تسلم ايدك يا شيف. احنا معانا ايه 3 دقايق يا شيف، ايه رايك؟ تمام. انت ما شاء الله ده انت سريعه اهو. ما شاء الله، تسلم ايدك يا شيف. ربنا يخلي حضرتك، يا رب تكون الاكلات بس عجبت الناس واكون كنت ضيفه خفيفه معاهم النهارده. ده انت ضيفه زي العسل، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك يا شيف. ده هي بص يا جماعه، وعامله هديه كمان طبق رز اهو بالشعريه، ما قلتلناش. ما هو لازم الباميه تتقدم بقى معاها الرز بقى. طبق رز طبعا الرز كلنا عارفينه فمش هنتكلم يعني عنه كتير. عشق المصريين الرز طبعًا. ده عشق المصريين الرز. تسلم ايدك يا شيف، وانا سعيد جدا بوجود حضرتك معايا. ربنا يخلي حضرتك يا شيف يا رب. شهية. ربنا يبارك ان شاء الله الحلقات تتكرر وما تكونش اخر حلقه باذن الله. اهم حاجه بس تكون الناس حبت الحلقه النهارده وكان الحلقه خفيفه عليهم. تقولي ايه بقى للساده المشاهدين؟ هقول لهم يا رب تكون الحلقه عجبتكم والوصفات عجبتكم وتجربوها وتبعتوا لي تبلغوني بقى مع الشيف رائد ورايكم ايه في الوصفات النهارده وتجربوها. انا بس اخر حاجه هنا معلش كده هستي بس ده الشربات. سيرب خفيف هنزل بيه كده عليها حسب الرغبه طبعا، وهنزين بقى كده بس بوحدات من الكريس وبس. تمام. الشيف فاتن نورت الدنيا. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا شيف رائد، ده الشرف ليا انا كنت مع حضرتك النهارده. نورتيني ونورتي برنامج ساعة شهية، وما شاء الله سرعة وأداء وإتقان ومهارة اجتمعوا كلهم في الشيف فاتن. بصراحة أنا بحييها بجد يعني من أولى الشيفات. أنا صعبة على فكرة لما أقول لشيف أنا بحييك، كلمة أنا بحييك معناها إن أنا اقتنعت بيك، اقتنعت في شغلك، اقتنعت كأنك حد تقف في المطبخ تعمل أكل، أنا بحييك يا شيف. ربنا يخلي حضرتك، الشرف ليا أنا كنت مع حضرتك النهارده، وإن أول ظهور ليا يكون من خلال قناة الصحة والجمال وبرنامج ساعة شهية مع حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك، أنا سعيد جدا بوجودك معايا، وقت البرنامج انتهى، الساعة عدت بسرعة جدا. عادي ولكن ما حسيتش بيها على قد ما كنت متوترة بس الحمد لله عدت. لا مفيش توتر ما شاء الله، ما شاء الله عليك. ربنا يبارك في حضرتك، إن شاء الله يتجدد اللقاء معاك مرة ثانية. بإذن الله بإذن الله. أنا بشكر باسمكم الشيف فاتن وبقول لها فرصة سعيدة، أنا سعدت بلقائك معايا ووصفاتك الجميلة السريعة السهلة البسيطة، وبقول لكل السادة المشاهدين انتظرونا في حلقات جاية كتير من برنامج ساعة شهية. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخنا.